السلام عليكم أصدقائي، إنها فرنسا عام 1642. نعم هذا صحيح. قرية سورغي مدينة لنا بأربعين ألف جنيه، هل انتهيت؟ شارفت على الانتهاء يا أبي. إتيان باسكال جاب ضرائب، إنه يجمع الضرائب من كل المنطقة. نقوم بحساب كل المال الذي يجبى للخزينة العامة. سأتأكد من صحة الأرقام، يا لها من وظيفة مملة. بلاز عمره 17 عاما، وكما ترون فإنه متعب ويشعر ببعض الضجر. إنني متعب يا أبي. يكفي ما عملناه اليوم. تعتبر هذه الساعة من أقدم الساعات، وهي ذات عقرب واحد يشير إلى الساعات. ماذا سيفعل بلاز بهذه القطة؟ لنراقب. والآن سأبدأ بطريقة الجمع التقليدية. 3 ضرب 100، 1 ضرب 10، 1 ضرب 1 زائد 213، 2 ضرب 100 زائد 1 ضرب 10 زائد 3 ضرب 1. المجموع العام لهذه الأرقام 524. 500، 10، 4. صح. تلك الساعة تعطينا الوقت، وهكذا فهي تحسب الوقت. هذا الدولاب يعطينا ثواني، فبعد 60 ثانية يحرك هذا الدولاب الذي يدل على الدقائق، والذي يدير الدولاب الثالث بعد 60 دقيقة، فيتقدم العقرب إلى الأمام ساعة واحدة. يا الله، يبدو أنه عالق. يا رب ساعدني. هل صنعت لي دواليب مسننة؟ ألا تريد رقاصا لها؟ لا أريد، فهي ليست للساعة. حقا؟ إنها من أجل آلة حاسبة. لا أعرف شأن كهذا. يجب أن تتلائم القطع الآلية مع هذا الصندوق. أنت مدين لي 180. بل 80، لا تعرف كيف تحسب. تفضل، الأدوات جاهزة. أظنه سينشغل لبعض الوقت، سأرتاح قليلا. يا رأسي. أمر مدهش. 2 ضرب 2، الجواب 44. لا، أربعة، رائع. والآن لأجرب رقما كبيرا ولنرى ما هو الجواب. احسب لي هذه لو سمحت. بالتأكيد. ما المجموع؟ 8181. سأتحقق من ذلك. الجواب صحيح تماما. هناك المزيد أبي، سأقوم بصنع آلة تقوم بعمليات القسمة. صحيح، سمعت أن شابا صغيرا هو الذي اخترع هذه الآلة. إلى قصة أخرى.